بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. وانطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم هذا الشوط الأول بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. الدوحة تشارك لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن آل ثاني الغالية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، شديدة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن فالح آل ثاني، مهجة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، بنت صوغان لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، الهورية والجزيرة أيضا لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، خداعة لسعادة الشيخ فيصل بن منصور آل ثاني، بنت الظبي هوادة واسمية من أجل الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي، الجليلة العبور من أجل الشحانية ومقام أيضا من أجل الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران، ومتاهة من أجل الشحانية بقيادة العملاق الوهيبي. هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة أذعناها على مسامعكم مشاهدينا الأعزاء، والتشكيلة الحاضرة في هذا الشوط الأول الرئيسي للقاية الكار من مسافة 5 كيلومترات مقدمة الشوط. بنت الظبي على المركز الأول على صدارة الشوط من أجل الشحانية، نضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم الجليلة من أجل الشحانية نضمر جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل، ننتقل إلى المركز الثالث ومن تقود هذه الكتيبة اللي خلف المركزين الأول والثاني، تتقدم الجزيرة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مضمر محمد بن علي بن حسين بن جرحب، ننتقل إلى المركز الرابع، مهجة على المركز الرابع لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، مضمر عبد الرحمن الكبيسي، بينما المركز الخامس الغالية تتقدم في المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، مضمر سعد بن طالب بن شفيع. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، وعودتنا إلى بنت الظبي على المركز الأول على مقدمة الشوط، وشكلها شكل الظبي وانطلاقتها انطلاقة الظباء. الله يا بنت الظبي، الله يا بنت الظبي، وهي ظبي بنفسها، هي ظبي بروحها بنت الظبي اللي على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله عليها من أجل الشحانية. يتابعها في التضمير سلطان بن محمد الوهيبي، مضمر متمكن ومضمر مميز بكل ما تحمله الكلمة من معاني. المركز الثاني تحركت الجليلة من أجل الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فهران، يدفع بالجليلة في الشوط الرئيسي في هذا الشوط القوي. الله الجليلة وبنت الظبي، وبنت الظبي والجليلة في منافسة شحانية مسائية على المركزين الأول والثاني. المركز الثالث الغالية 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 لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، انضمر سعد بن طالب بن شريم، يتابعها في التضمير المركز الرابع ومن تتقدم على المركز الرابع، وصلت وانطلقت واسمية من أجل الشحانية، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يدفع ويقدم وسمية على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا متابعينا الأعزاء تتقدم فيه العبور، تريد العبور إلى المركز الأول وتريد العبور بناموس هذا الشوط إلى عزبة هجن الشحانية وإلى المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، أحد أبرز المضمرين الشباب المميزين. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى مقدمة الشوط، تتسلل الجليلة، تتقدم الجليلة، عبرت بنت الظبي، عبرت الجليلة بنت الظبي وتقدمت وخطفت المركز الأول اختطافا اختطافا، البقاء للأقوى، البقاء في هذه الرياضة للأقوى وللمطية السبوق والأسبق. الجليلة على المركز الأول، هجن الشحانية تقدم بنت الظبي في المركز الثاني وتقدم الجليلة على المركز الأول. الجليلة الجليلة الجليلة
الجليلة من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران يتابع الجليلة في التضمير، يتابعها الشبل، يلا يا الشبل. شوط رئيسي، شوط أيضا قوي، وشوط أيضا له اعتباره وله تحليلاته. وهذا الشوط أيضا مقدمات سباق حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى. سنرى الجاهزية التامة ونرى أيضا الاستعدادات الأخيرة لخوض غمار ختامي الموسم. الله يا الجليلة، هذه الجليلة على المركز الأول كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. المركز الثاني بنت الضبي من أجل الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الوصول والتقدم فيه من وسمية، وسمية من أجل الشحانية مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع وصلت العبور من هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس التقدم من الغالية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، كيلو ومئتين متر، سعد بن طالب بن شرين في التضمير. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط الجليلة الجليلة الجليلة، تفتتح الكيلو متر الأخير في هذا الشوط الرئيسي. أقوى أشواط اللقاء يا إلهي، الجليلة أم بنت الضبي؟ أم بنت الضبي أم الجليلة؟ ارصد المركز الثالث يا مخرجنا العزيز، شوف شوف المركز الثالث. وصلت وسمية، وصلت وسمية، وسمية 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 من هجن الشحانية العملاق الوهيبي في التضمير. المركز الرابع أيضا العبور، العبور العبور عبرت إلى المركز الرابع، عبرت إلى المركز الرابع من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. وأيضا وصلت متاهة، وصلت متاهة، انتقلت إلى الرابع إلى الثالث مباشرة من أجل الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي يضمر متاهة. عادت بنت الضبي، عادت وعدنا إلى بنت الضبي على المركز الأول. العملاق الوهيبي، العملاق الوهيبي بنت الضبي، ولكن الشبل، الشبل الجليلة، الجليلة عادت الجليلة. يا سلام، الشوط الرئيسي لاين، الجليلة بنت الضبي، بنت الضبي أم الجليلة؟ الجليلة الجليلة عادت الجليلة، بنت الضبي مع المركز الأول. اللحظات الحاسمة، أقوى أشواط اللقاية في السباق المحلي السابع، إلى أين؟ إلى الضبي، إلى بنت الضبي. كالضبي تنطلق كالظباء، رشيقة القوام، جميلة الأداء. يا سلام، الضبي الضبي، بنت الضبي بنت الضبي تختطف الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الجليلة من أجل الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث العبور من أجل الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع متاهة من أجل الشحانية مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس وسمية من أجل الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة يا الأعزاء يا الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى على الهواء مباشرة. وهذه بنت الضبي بعد معركة طاحنة على اختطاف المركز الأول وناموس هذا الشوط، تظفر بالمركز الأول وتفوز به بجدارة وباستحقاق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. قائد الجزر قاد بنت الضبي لاختطاف المركز الأول والاختطاف ناموس هذا الشوط وللظفر به. التوقيت الزمني لحظة وصول بنت الضبي 7:38، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني 7:39 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الجليلة بالمركز الثاني، والتهاني للمضمر المتألق جابر بن سالم بن فاران الشبل. المركز الثالث 7:41 جزئين من الثانية توقيت العبور من احتلت المركز الثالث. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران. أيوة.